إذن مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي للرئيسين الفرنسي والأوكراني، ينضم إلي من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. مرحبا بك خالد. إذن في أي إطار يأتي هذا الاجتماع، وخاصة بأن هناك حديث عن موقف الاتحاد الأوروبي وموقف الفرنسي من الحرب الروسية الأوكرانية؟ نعم رغدة، بعد التحية، الحقيقة هذه الزيارة وصفت بالهامة وسط هذه الأجواء التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي وانقسام داخل الدول الأوروبية، وبصفة خاصة بعد اعتماد أكثر من 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا. هذه الزيارة الثالثة لزيلينسكي لقصر الإليزي كانت يعني من خلال استقبال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو للرئيس الأوكراني، تبرز أهمية هذه الزيارة وأهميتها الأمنية. أيضا كان هناك حديث في الأسبوع الماضي عن زيارة للرئيس الفرنسي، ولكن لم تحدث هذه الزيارة للرئيس الفرنسي، وجاء الرئيس زيلينسكي لزيارة قصر الإليزي. هذا اللقاء الذي وصف بالمهم شكر من خلاله الرئيس الأوكراني الرئيس الفرنسي على استمراره على حد قوله في مواصلة دعم أوكرانيا، على العمل اللي أوجدته فرنسا، أشار إلى الدور الفرنسي في الوحدة الأوروبية، وتحدث زيلينسكي للصحفيين عن أهمية هذا اللقاء، وقال أننا أن هذا اللقاء هو لقاء للدفاع عن أوروبا على حد قول الرئيس الأوكراني. قمنا بالتوقيع على اتفاق للأمن لم نعلن عنه حتى الآن، وشكر فرنسا والرئيس الفرنسي مرة ثانية لدعمها في هذا العام بثلاثة مليار دولار في هذا العام، وأكد على أن الحرب هي ليست فقط على أوكرانيا ولكنها على دول الاتحاد الأوروبي، وتحدث أو ما زال يتحدث عن أهمية العقوبات حتى الآن ضد روسيا وأهمية الدفاع عن حياة الإنسان، طبعا الناس عفوا في أوروبا. طبعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن على أن الإمبريالية، أو تحدث عن الإمبريالية الروسية، وأن روسيا تتحدى العالم وتهدد الأمن الغذائي، وأكد على أهمية تضافر المجتمع الدولي وتعاون المجتمع الدولي في مساعدة أوكرانيا للدفاع عن أراضيها، وتحدث عن هذه المحادثات التي أكد من خلالها على أن فرنسا ستقوم بالتعاون العسكري والتدريب من أجل أمن أوروبا وتعزيز الصناعات التكنولوجية وتغيير بعض الأمور التي اعتدنا عليها، وهذه نقطة هامة جدا. وهنا تحدث إلى الأوروبيين بأهمية إعادة التسليح إلى دول الأوروبية، لأن الخطر من خلال كلام الرئيس الفرنسي على الدول الأوروبية من روسيا ليس فقط خطرا على أوكرانيا، وتحدث على أهمية دعم أوكرانيا من أجل تعزيز أمننا واستقلالنا. هذا ما قاله الرئيس الفرنسي خلال هذا المؤتمر الصحفي رغدة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معي من مارسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير.